الخير مشاهدينا، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة وأسبوع جديد من مساء الخير. أحداث كتير وطول الأسبوع لم تتوقف، لكن الأهم واللي كان أخير آخر حدث اليوم هو الحكم بالإعدام على قاتل القمص أرسانيوس وديب. عايز أقول سرعة الحكم ده شيء عظيم رادع لأي حد تسوي له نفسه أنه ممكن يعتدي على حد أو يقف حتى يعترض حد، هيفكر ألف مرة وقبل ما يفكر أنه هيتقال عنه أنه مضطرب نفسيا. هناخد ده وهناخد المحامي وهنتكلم ونعرف أكتر. هيكون عندي فقرة هامة جدا عن جهود المركز القبطي الأرثوذكسي بألمانيا في مساعدة نازحين من أوكرانيا واللاجئين هناك، ودور عظيم وموقف حقيقي كلنا بنفخر بيه. ولازم حضراتكم كمان تعرفوا المركز الثقافي القبطي وفرعه هناك بيساعد قد إيه وقد إيه له تأثير في هذه الأزمة. كمان يمكن يهمني قضية هامة جدا وشغلتنا الأسبوع اللي فات من حيث شفنا القوى الناعمة ودخولها علينا في هذه القضية، فكرة أن ديزني نفسها تعلن أنها ستسمح بوجود شخصيات كرتونية مثليا، ده أكيد خوفني. فكرة ديزني بطوط وغيره اللي احنا كنا متعودين نشوفهم طول عمرنا واحنا صغيرين، احنا متربيين على الحاجات دي، ان الاقي فكرة الكرتون والانيميشن بتاع الاطفال الصغيرين هتدخل فيه الفكرة دي وبمنتهى السلاسة وبيتكلموا عن الموضوع بمنتهى البساطة، شيء مزعج ومربك. بعض الضغوط على المؤسسات والدولة انها تقبل بالمثليين وهي شيء بعيد عننا وعن ثقافتنا وعن ديننا وعن كل يمكن مجتمعنا كمان. صحيح عندي أسئلة كتير جدا زي ما عندي حضراتكم بالضبط، هل هي حرية شخصية؟ موقف الكنيسة الأرثوذكسية القبطية من المثلية الجنسية، ومفروض إحنا نعمل حسابنا إزاي علشان نقي نفسنا من الاقتحام الدولي والاقتحام المجتمعي للغرب والمؤسسات ومنظمات مشكوك في هويتها، إنها تخلي ده أمر عادي ونحن نتعامل مع الناس دي إنها ناس طبيعية وإن هو ده العادي في التوقيت ده، لكن لا هو عادي ولا هو طبيعي، بالعكس. يعني هسيب الكلام ده لصاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بولا مطران طنطا وتابعها. خلينا نرحب بسيدنا ونعرف منه أكتر في الموضوع. سيدنا سلام، برحب بنيافتك معنا النهاردة. إزاي حضرتك؟ كل سنة وانت طيبين. ونيافتك بكل خير وسلام. بكرة عيد العنطرة بينتهي بصوم الرسل، اللي بينتهي بعيد الرسل يوم 12 يوليو كما تعودناه من قرون عديدة. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة ونيافتك طيب يا سيدنا. بشكر نيافتك على انك قبلت ان انت توضح نيافتك توضح لنا عن المثلية الجنسية وفكرة الخطورة اللي بيواجهها مجتمعنا الآن ومحاولة دس هذه الأفكار الغريبة على مجتمعنا وعلى كنيستنا. خلينا نبدأ مع نيافتك يا سيدنا، إيه هي المثلية وإيه المؤسسات اللي بتحاول تخلينا نقر بحقوقهم وأكسبهم مشروعية في وسط مجتمعنا ومنظمات الدولة؟ اسمحيني، يعني احنا هيبقى كلامنا كله مرجعية كتابية من كتاب المقدس، إنما في البداية عايز أقول أنا مش قلقني التيارات الغربية اللي موجودة حاليا واللي بدأت موجة تبقى عالية جدا، إنما بيقلقني إن إحنا بنسمع بين الحين والآخر نغمة نشاز كده متكررة هي إنعكاس لثقافات غربية غريبة وشاذة. النغمة تقول لك إيه؟ احتواء المثليين جنسيا، احتواء المتحولين جنسيا. يعني احتواء، أولا علينا ألا ننسى أننا ننتمي إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الضاربة بجذورها في أعماق الكتاب المقدس وتعليم الآباء القديسين. إذن المرجعية كتاب مقدس، المرجعية أقوال آباء القديسين، مش المرجعية شوية عواطف وشوية مجاملات لا ننسى ابدا ان احنا بننتمي الى كنيسه القبطيه الارثوذكسيه مؤسسه الرهبنه القائمه على العفه. احنا بنصدر العفه للعالم كله. لا ننسى ان احنا بننتمي لمصر البلد الشامخ بقيمه الدينيه وثقافته الشرقيه. ازاي هنخرج عن الاطار بتاع ارثوذكسيتنا وازاي نخرج عن الاطار بتاع مصريتنا؟ ده مستحيل. الاحتواء بالنسبه لنا هو ان نتعامل مع هذه الفئه بمحبه، محبة البشر زيهم زي باقي البشر. الاحتواء يعني السعي لعلاجهم الروحي والنفسي والفكري، ودي الأسباب اللي ورا الحالة اللي هم فيها. الاحتواء بالنسبة لنا يعني السعي لقيادتهم إلى طريق التوبة. الاحتواء لا يعني مطلقا
شركتهم في الأسرار المقدسة قبل أن يتوبوا توبة دائمة، توبة كاملة. شوفوا، علينا أن نكون سنداً لدولتنا العظيمة بقيادتها وشعبها في عدم الخضوع للضغوط الغربية الخاصة بهذه الفئة. علينا أن نرفض كل من يدافع عنهم عن غير معرفة، يلتمس أعذار، يقول لك أصل هم اتولدوا كده، أصل هي مشكلة جينية. الكلام ده كله مش مظبوط. المرجعية بتاعتنا في هذا الأمر هي الكتاب المقدس. تعالوا بينا نرجع لسفر التكوين. هنلاقي في سفر التكوين من البداية ربنا خلق الإنسان على صورة ومثاله كذكر وأنثى. طيب، إلى أن يعود لنا صاحب النيافة، خليني أقول لكم على اللي حصل الأسبوع اللي فات، وهي يمكن من فترة محاولة للدس بهذه الأفكار في مجتمعنا من خلال الفيديو جيمز، الألعاب الأولاد اللي على التليفون. تلاقوا حاجات مش مظبوطة. فكرة بقى أن احنا نسيب ولادنا دلوقتي للتليفون والألعاب اللي جانا من برة، فكرة الكرتون كمان بقى في حاجات كتيرة وأفلام كتيرة بقى فيها دس هذه الأفكار، وده خطر جدا. فكرة أن الطفل يشوف علاقة مش مظبوطة وعلاقة غير سوية أمامه في كرتون، يعني مع الوقت هتدخل إلى ذهنه أن هذا شيء عادي، أن ده شيء طبيعي. فكرة ده دور الأسرة هنا، يعني خلينا نقول الكنيسة مش هتمشي ورا كل حد، الدولة مش هتمشي ورا كل واحد، مش هنوقف بقى شرطي مجتمعي لأولادنا كمان نربيهم. فكرة بقى أن احنا الموضوع ده محتاج مننا مجهود أسري شوية، محتاج كلنا مشغولين، كلنا مطحونين في الحياة، كلنا الدنيا واخدانا، كلنا مسؤوليات الاقتصادية طحنانة، لكن مفيش أهم من أولادنا إن احنا نحافظ على سلامهم النفسي. فكرة إن اللي بيدخل في هذه الدايرة بيبقى داخل في دايرة أمراض نفسية مزعجة، دايرة شكوك، دايرة رفض، دائرة محبطة طول الوقت، وبيكون دائما آخرتهم يا انتحار يا أمراض يا حاجات كتيرة بتبقى إحنا مش عايزين نشوف ولادنا عليهم. كلنا الآن في خطر؟ في خطر كلنا الآن، وصاحب النيافة هيكمل معانا كلام أكيد على فكرة كمان الموانع الكتابية، زي ما قال سيدنا في الدقيقتين اللي كان معانا فيهم ان خلق الرجل وامرأة، مفيش اي حاجة تانية، ده طبيعة اللي ربنا خلقنا عليها واللي احنا هنكمل عليها. فكرة بقى اي افكار تانية انها حرية شخصية، انها امراض تحترم، خلينا نرجع للطبيعة. انا بقولها وبشكل واضح، ده شيء مرفوض، مفيش حاجة اسمها حرية شخصية انك يعني تطلع عن إرادة الله. فكرة مرفوض، ما يقبلهاش انسانيا عقل. يعني صاحب النيافة الحبر الجليل أنبا بورا، رجعنا لنا تانية سيدنا، خلينا نكمل مع نيافتك وموقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من المثلية الجنسية. سيدنا برحب بنيافتك معانا يا سيدنا. والحقيقة عندي أسئلة كتير جدا، وهي اللي برضو اللي بتدور في أذهان حضراتكم. إحنا ما بنتفصلش عن المشاهد اللي بيسمعنا. كأم إزاي نحافظ على أولادنا؟ كدور لينا كلنا إزاي نبعدهم عن خلينا نشوف كل حاجة بيشوفوها. عايز أقول لكم سيدنا نيافتك سمعني؟ أنا مع حضرتك. معانا الآن وعدلنا صاحب النيافة الحبر جيل أنبا بولا مطران طنطا وتوابعها. سيدنا، كنت بسأل عن موقف الكنيسة الأرثوذكسية تجاه المثلية الجنسية، وحابة أسمع نيافتك يا سيدنا. إحنا اتفقنا من الأول إن إحنا بننتمي لكنيسة قبطية أرثوذكسية ضاربة بجذورها لأعماق الكتاب المقدس وتعليم الآباء القديسين. بننتمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤسسة الرهبنة القائمة على العفة. بننتمي لبلدنا الشامخ مصر بقيم الدينية والثقافات الشرقية. أما يقولوا احتواء، يعني احتواء؟ نتعامل معهم بمحبة كبشر. احتواء يعني نسعى لعلاجهم الروحي والنفسي والعقلي أو الفكري، ودي الأسباب اللي وراء مشكلتهم. الاحتواء يعني السعي لقيادتهم لطريق التوبة. ماشي. إنما الاحتواء يعني شركتهم في الأسرار المقدسة، مستحيل إن لم يتوبوا توبة دائمة، توبة كاملة. إحنا بنستند هنا في دراستنا للكتاب المقدس،
بس علينا مثل الدولة بتاعتنا بقياداتها وشعبها كعدم الخضوع للضغوط الغربية الخاصة بهذه الفئة. الكنيسة وطنية سند للدولة. علينا أن نرفض كل من يدافع عنهم عن غير معرفة. خلينا نروح من البداية. البداية لما نروح لسفر التكوين، ربنا خلقهم إيه؟ في حاجة في النص بين الذكر والأنثى؟ ده يصير. ده كان ربنا لما خلقهم خلقهم على صورته ومثاله، يقول وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقه. وذكرا وأنثى من أجل الإكثار والإثمار، ده الهدف. عشان كده في تكوين 1:28 يقول باركهم الله وقال الله اثمروا واكثروا واملأوا الأرض. ولأجل هذا أوجد الرغبة المتبادلة بين الرجل والمرأة. في كلام ربنا مع حواء يقول لها إلى رجلك يكون اشتياقك. البداية رجل ومرأة، البداية ذكر وأنثى، البداية إكس واي للذكر وإكس إكس للأنثى. مفيش دبل إكس واي ولا تريبل إكس، مفيش كلام من ده. فين الجينات وفين الكلام اللي بيتقال؟ عشان كده السيد المسيح نفسه في إنجيل معلمنا متى الإصحاح 19 أكد هذا المفهوم. لما رد على الفريسيين قال لهم أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. من البداية وإلى انقضاء الدهر فقط ذكر وأنثى. عشان كده لما جينا نشتغل في قانون الأحوال الشخصية المشروع الجديد اللي اشتغلنا فيه، المادة الأولى من الفصل الثاني في أركان الزواج أكدنا فيها الكلام ده. قلنا الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم، ويتم علنا بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين صالحين للزواج. طب أنا بس عايز أدخل في أعماق الكتاب شوية وشوف يعني ايه مثليه، طبعتها ايه، اسبابها ايه، نتائجها ايه، مصيرها الابدي ايه. بلاش نتكلم بره الكتاب المقدس. الحقيقه معلمنا بولس الرسول في روميا 1:21-32 من خلال 4 محاور بيرد على كل ده. اولا بيقول لنا يعني ايه مثلية او علاقات شاذة. يوضح كده ان كل ما هو بخلاف الطبيعة التي اوجدنا عليها الله ده شذوذ. يقول لان اناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة. وكذلك الذكور ايضا تاركين استعمال الانثى الطبيعي واشتغلوا بشهوتهم بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور. رومية 1:26-27 ده مفهوم الشذوذ في نظر الكتاب المقدس. مش كده وبس، ده بيتكلم عن طبيعة الناس دي بشكل مخيف. يقولك لا يفعلونها فقط بل أيضا يصرون بالذين يعملون. وده خطورة الفئة دي، تحتويها وتدخلها في وسط المجتمع. لو سيبنا واحد شاب بيدخن سجاير في وسط 10 ما بيدخنوش، بعد كم شهر هنلاقي كم واحد بيدخن. لو حطينا واحد مدمن وسط 10 غير مدمنين كم شهر هنلاقي كم واحد بقى مدمن. ولو حطينا واحد من الفئة دي وسط شبابنا هيشدوهم لطريقه. هنا الخطورة. طيب ايه اللي ورا كده؟ هل دول ولدوا هكذا يعني؟ ولا الجينات زي ما قلت؟ لا مستحيل، ما فيش حاجة اسمها جينات. تعالوا نشوف معلمنا بولس الرسول يؤكد أن أسباب الشذوذ أو المثلية الجنسية وراءها سببين واضحين: خلل روحي، خلل إيماني، ولا ثالث لهما. تاني، بعيد عن ربنا، خلل روحي، خلل إيماني. أي فضلي. لا أنا بسمع نيافتك سيدنا، تفضل. تعالوا شوفي في رومية 1:21 يقول إيه. لأنهم لما عرفوا، بيتكلم عن الفئة دي، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه ويشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم
وإذ لم قلبهم الغبي، رمية 1:21. في رمية 1:23 يقول أبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات. وفي رمية 1:25 يقول الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد أمين. أنا عايز أقول للمشاهد العزيز، أنا عايزه يتفرج على مظهر أغلب الفئة دي إيه عاملة إيه في وشها وجسمها. أنا بس عايزه يسمع ويقرأ عن احتفالاتهم الماجنة فيها إيه في الشوارع والميادين. أنا عايز أعرف دي علاقتهم بربنا إيه. أنت يا مصري يا بسيط هتدافع عنهم وتقرب منهم هتتأذى. النتائج إيه بقى؟ لما مشوا ورا الضعف الروحي والإيماني، يقول لنا معلمنا بولس في رومية 1:24 لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم. هندفع عنهم نقول إيه؟ وفي عدد 26 يقول لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان. هندفع نقول إيه؟ ده ربنا اللي يعني. في عدد 27 يقول نائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. وفي عدد 28 يقول وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم سلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. يبقى الأفعال دي نتيجة عن الخلل الروحي والخلل الإيماني السابق ليها. المشكلة في مصيرهم الأبدي. احنا ما بنحكمش على حد ولا يحق لي ان نحكم على انسان، انما معلمنا بولس الرسول بالروح القدس في رومية 1:32 يقول الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت. عاوز تتعاطف يلا حبيبي اشتغل عليهم نفسيا، اشتغل عليهم روحيا، اشتغل عليهم ايمانيا، اشتغل عليهم فكريا، يعني صحح مفاهيمهم، ده دورنا. والدليل على كده في رومية 8:13 يقول إيه؟ لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، وإن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. إذن إحنا علينا نرفع من روحياتهم مش بالتناول، علينا نرفع من روحياتهم مش بالوجود في مجموعة المؤمنين، علينا أن نرفع من إيمانياتهم وروحياتهم وتصحيح أفكارهم، ده دورنا نقدر نعمله. يجي يقول لك طب نعمل ايه مع اللي تحولوا جنسيا؟ انا عايز اوضح سؤال يا سيدنا، هو نيافتك قلت ان هم مش هيتناولوا الاسرار المقدسه ومش يعني مش هيكونوا وسط مجموعه المؤمنين عشان يكونوا موجودين في الكنيسه؟ ده اكيد، ده اكيد. واحد عايش في خطيه دائمه هو متاكد انه صح وبيعمل كده وهيعمل كده، يعني عايش في خطيه، هو كده رافض لتعليم الكتاب، فبالتالي هو بعيد عن الكتاب وكل الطقوس. مش بس لانه رافض تعليم الكتاب، لانه من البدايه روحياته كلها ملخبطه، فدي نتائجها. المشكله بقى ايه للناكر اللي ربما لا تدرك الامر جيدا؟ لازم نفرق بين التصحيح الجنسي والتحول الجنسي. التصحيح الجنسي هو كل أعضاء الداخلية جنس معين، لكن من بره أعضاء الخارجية تتعارض مع داخله، فبيتم تصحيح الأعضاء الخارجية بما يتناسب مع أعضاء الداخلية بما يتناسب مع جيناته، فده اسمه تصحيح. إنما واحد بكل ما فيه هو ذكر بس مش عاجبه خلقة ربنا وعاوز يشوه صورة ربنا وعاوز يسلك ضد إرادة ربنا، فعاوز يتحول من ذكر إلى أنثى. تخيلوا بقى إنه مصر يمشي عكس إرادة ربنا، ده اسمه التحول الجنسي. ده واحد عايش في خطية دائمة، أقبله إزاي؟ أرجو أن نعي ونفهم من خلال الكتاب المقدس ما طبيعة هذه الفئة، مرفوضة كنسيا ولا يمكن أن نقبلهم في شركة الأسرار المقدسة داخل الكنيسة بأي حال من الأحوال،
وأرجو الناس اللي بيتعاطفوا معاهم لا تكونوا أداة للغرب اللي بيعطوهم النهاردة كل الإمكانيات التي لا تعطى للأصحاء. أعتقد الصورة كده أصبحت واضحة صحيح قدام ولادنا فيما يخص هذه الفئة. خليني أسأل نيافتك سيدنا على فكرة قبول التصحيح الجنسي للي فعلا عنده مشكلة في المشكلة في الأعضاء نفسها، هل هنا الكنيسة تقبل بهذا التصحيح؟ أصل ده واحد عنده تشويه، زي واحد عنده تشويه في أي عضو خارجي، واحد طالع بصابع معوج عاوز يتعدل كحالة طبية مرضية واضحة. لا دي ما فيهاش مشكلة ما دام الجينات ذكرية والأعضاء الداخلية ذكرية وكل شيء ذكري، ولكن في مشكلة خارجية في ما بين في الأعضاء الظاهرة الخارجية. طيب لا الكنيسة تقبل ده، لأنه ليه نعيشه هو رجل بس المظهر الخارجي في جزء من جسمه أنثى؟ لا لا لا، ده تصحيح وضع. الله خلقه حسب الأعضاء الداخلية وحسب الجينات، كل التحاليل اللي بتتعمل بتثبت ان كل الهرمونات وكده تبع الجنس الواضح في جنس معين. احنا بنرجعه للأصل بتاعه، بنصحح الحتة الخارجية البسيطة عشان تتماشى مع الداخل. سيدنا، هل هناك ضغوط من الغرب على الكنيسة لقبول والاعتراف بالمثلية الجنسية؟ حتى الآن لا، انما اديكي شايفه بيحط الاعلام هو التمرير الناعم ده شيء خطير جدا، يعني ضغوط على المجتمع الشرقي بتاعنا بقيم الدينيه المتاصله عبر التاريخ انه يقبل الفئه دي وانه ما يقاومهاش ويديها كل الحقوق. بس كلمه كل الحقوق دي كلمه خطيره جدا. انت عارفه النهارده بعض الولايات في احدى الدول قانونية زواجهم للمثليين وتوثيق الزواج. سيدنا خليني، الحقوق لا تنتهي عند حد معين للأسف. انت مجرد ما توافقيهم على نقطة مش هتخلص. ده اللي كنت هسأل نيافتك فيها سيدنا، فكرة ان بعض الشعوب الغربية كانت ترفض المثلية، ويمكن خليني وبعض الرؤساء كمان منهم ترامب كان الأخير وبيرفضوا بشدة ويجاهر بده برغم ده ضيع جزء من شعبيته، لكن مع الوقت تم التمرير والقبول بهم بشكل رسمي. هي الدولة اللي بتكلم عنها في حزبين، حزب محافظ وحزب التاني عكسه. لما بيجي الحزب المحافظ بيحافظ على القيم اللي هي بتعتبر شادو او ظل المسيحي، الحزب الثاني لا ملوش علاقه بالدين ولا بتاع، ما فيش. مش بس على قد دي، حاجات تانية كتير زي الالحاد و و و الى اخره. ما هو كان سؤالي بعد الرفض الشديد اللي كان حاصل تم الموافقه، التمرير الناعم ده كيف نحافظ على نفسنا منه سيدنا؟ احنا نشكر ربنا، احنا دولتنا دوله قويه في هذا الامر وقيمها عاليه جدا، والدولة المصرية فيها كيانين متأصلين في جذور مصر، الكنيسة والأزهر، وكلانا لا يمكن أن يقبل هذا الأمر، وعندنا رئيس قوي جدا لا يؤثر عليه سلبا من أي كيان خارج مصر في مثل هذه الأمور. نحن نؤمن بالحريات، ولكن الحريات المنضبطة، نؤمن بالحريات ولكن التي لا تتعارض مع القيم، نؤمن بالحريات ولكن التي لا تتعارض مع الدين وتدمر القيم الدينية. لا، احنا بلد مصرية متدينة مترسخ فيها القيم الدينية على مدى التاريخ، ونشكر ربنا ان رئيس دولتنا بالقوة القادرة انها تقف ضد هذا التيار. بس احنا ككنيسة نساعد، احنا كنيسة بلاش الكلام الناعم والمهزوز واللي بيحكموا العاطفة، لا احنا اقوى من كده، ونقول لا لا يحل لكم هذا الأمر، ولن نقبل أي تشريعات أو أي توجهات غربية تضغط علينا ككنيسة أو غير كنيسة، لا الكلام ده مرفوض. سيدنا نيافتك عملت في ملف الأحوال الشخصية كنت مسؤول عنه الوقت طويل جدا في المجمع المقدس، هل كان في قضايا من هذا النوع أمام نيافتك؟ هل زادت من بداية تولي نيافتك هذا الملف للفترة مثلا الأخيرة فيه أو الفترة الأخيرة اللي احنا فيها دلوقتي، هل في زيادة في الأعداد؟ هل في ظهور لهذه الظاهرة بشكل حقيقي في المجتمع؟ خلينا نكون واضحين واخد من نيافتك يعني الإجابة دي. لا لا بصي حبيبتي، انا احنا في مصر لم نواجه المثليه بمعنى رجل مع رجل وامراه مع امراه، انما البدايات المبكره ممكن الاستخدام الشاذ للاخر،
يعني راجل يستخدم زوجته استخداما شاذا، فدي بتبقى البداية، فدي بنعتبرها في حكم الزنا، وهنا لا يحق له الزواج مرة تانية كما لو كان زاني، لأنه بيستخدم استخدام متكرر وعن إرادة زوجته بطريقة تتعارض مع الذي التي خلقت من أجل هذه المرأة. فالاستخدام الشاذ للمرأة كنا بنعتبره شذوذ، فبالتالي بتقفل الباب بتاع المثلية أو بتاع الشذوذ من بدايته. سيدنا إنما إن يجيلك راجل وراجل وست وست، أنا عشت 27 سنة بعيد عن المجلس التكليفي، منهم 23 سنة أنا المسؤول الأوحد على مستوى العالم يعني. لا، ما كانش بيقابلنا هذا الكلام، إنما ده طيار زاد قوي في الفترة الأخيرة في الغرب، ممكن كنا نسمع عنه في بعض البلاد الغربية ولكن لم نسمع عنه، وأتمنى ألا نسمع عنه في مصر بتكاتفنا كلنا مع بعض ككنيسة، كأزهر، كإعلام، كدولة، لمنع مثل هذا الطيار إنه يخترق بلادنا. سيدنا أخذت من وقت نيافتك كتير، لكن واضح يعني إن في محاولات للتمرير المجتمعي بشكل ناعم بقوة ناعمة، منها الألعاب، منها بعض الأفلام، بعض الحاجات. كأسرة نحافظ على أبنائنا إزاي؟ وده آخر سؤال نيافتك، مش أزعج نيافتك. أنا بس عايز أقول شوية حاجات. تفضل. يعني أنا طبعاً بلف بره كتير ولسه جاي من بره قريب. النهارده بدأت المدارس في الغرب تجيب الطفل وتقعد تخليه إن هو قال إيه يكتشف ميوله الجنسية. فتقول له انت بتحب ماما اللي تبوسك ولا بابا اللي يبوسك؟ لو قال بابا يبقى بيميل لنفس الجنس، لو قال ماما يبقى بيميل للجنس الاخر، حاجات كده غريبه يعني. ويبداوا يلعبوا في ذهن الطفل عشان يعني يولدوا جواه من الصغر افكار. ومن هنا وجد اطفال في المدارس في المراحل الاوليه الولد بيحط في ضوافره الوان، والولد بدل ما بيلبس بنطلون بيلبس فستان، نتيجه دور التعليم الخاطئ في هذا المجال الخارج من القيم الدينية. فالخارج بقى شيء خطير. أنا أعرف ناس رجعوا من أمريكا خايفين على أولادهم لما لقوا إن ده في المدارس. كتير من الناس بدأت تلجأ للمدارس الخاصة هربا من المدارس الحكومية اللي ممكن بيبقى ده توجه داخل المدرسة. ده بدأ يجينا من خلال الأفلام، من خلال الكرتون، من خلال الألعاب. الإشكال بقى هي في الأفلام. بصي أنا عايز أقول شوية ملاحظات. اتفضل يا سيد. الملاحظة الأولى، لو سمحتوا يا عائلتنا الأفاضل، ربوا عيالكم رجالة من صغرهم. يعني بلاش تفرحي قوي بابنك وتطولي له شعره من صغره لا معروف إنه واد ولا بنت. وفي بعض العادات في بعض القرى يقول لك أصل واد جاي على ست بنات عشان ما يتحسدش فيربوا له شعره لحد ما يكبر. صحيح. انت بتولدي فيه افكار مش مظبوطه. برضو انا عايز البنات يبقى في مظهر البنت من صغرها، ما تبقاش البنت المستجله كده وهي في مرحله ابتدائي. يعني برضو ما احنا عاوزين نحصن ولادنا بشكل او اخر. النقطه الاخرى، اتمنى ان الدوله وان الكنيسه وبالاكثر كنايسنا في الخارج عوض الافلام الكرتونيه اللي بتصدرها ديزني لاند وغيرها، تبدا تتعمل افلام كرتونيه على مستوى عالي سواء دينيه او اجتماعيه عشان اولادنا يلاقوا البديل. المشكله النهارده ان ابني في التليفون ولا على التابلت بتاعه بزرارين يقدر يجيب اي حاجه، فلازم اجيب له البديل. النهارده اطفالنا في الخارج ابسط حاجه البنت ولا الولد عنده سنه ولا اتنين بيديله تابلت ويلعب يجيب الافلام الكرتون. طب هل الاهالي شافوا كل الافلام الكرتون دي فيها ايه؟ بكره مش هيبقى فيه فيلم كرتون ما فيهوش. طب وبعدين؟ هنا دور رقابي ايضا من الاسره سيدنا، يعني ما برضه ما سيبش الموبايل طبعاً. واقول الولد مشغول او البنت ما بقاش الكلام ده ينفع، الموضوع محتاج مجهود اسري شويه. عشان تعمل شغلها في البيت تسيب له التليفون وتسيب له التابلت عشان يلعب عليه. بس بيشوف ايه؟ طب انت تقدر تمنعي حاجات نشوفها ولا لا؟ محتاجين مسؤوليه اسريه اكثر. طب مسؤوليه اسريه وعايز كيانات تشتغل في انتاج افلام مجتمعيه دينيه هادفه كبدائل للي موجود واللي هيغزو بشده بلاد العالم كله. انت هتمنع واحد شاذ يخش مصر يكلم الناس، انما مش هتقدر تمنع فيلم كرتون يحمل فكر شاذ يدخل كل بيت.
فيعني احنا كدوله احنا ككنيسه هنعمل ايه؟ لازم نفكر ازاي هنمنع ده. نواصل الانفتاح على الاخر دون القبول بافكاره الشاذه. ده صحيح، ده صحيح. سيدنا وما ننساش احنا كتابنا قال لنا انتم نور العالم. احنا نصدر الفضيله مش نستورد الرذيله. نحن دايما بنتعلم من يافطه وليس مستوردي الرذيله. سيدنا دايما بنتعلم من يافطه، وكان لازم نطرق هذا الملف الشائك، لان بالفعل تقريبا الفتره اللي فاتت كانت كلها كلام في الموضوع والناس بدات تقلق. فيافطه وضعت النقاط على الحروف ان الكتاب المقدس هو المرجعيه بتاعتنا، ان الكنيسه هي الهدف، السلام النفسي للانسان في الوقت القادم. يافطه حابب تضيف اي حاجه سيدنا؟ انا بشكر حضرتك، وانا بشكر يعني المشاهد اللي طول باله علينا نسمع الكلام ده كله، انما لكن ملف هام يا سيدنا، لنحرص كل الحرص من التيار اللي جاي. كل الشكر ليافطه صاحب النيافه الحبر اللي جاي. انا بشكرك مطران طنطا وطابعها. شكرا يافطه، دايما بتنورنا وسنين طويله في الملف الاحوال الشخصيه، جعلك اقرب لكل البيوت وما يشين او ممكن يقلقنا الفتره الجايه. الحكم بالاعدام في قضيه القمص الشهيد ارسانيوس وديد برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة وسكرتارية فايز بيومي القطعاني، بمعاقبة المتهم نهرو عبد المنعم توفيق وبإجماع الآراء بالإعدام شنقا لقتله القمص أرسانيوس وديد رزق الله كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بيك. وده يعني عايزة أقول لحضراتكم من الأحكام الرادعة المطمئنة اللي يمكن بدأت بها الحلقة النهاردة، لأن في مثل هذا السرعة في التقاضي يعني فعلا بتقي ناس كتيرة ممكن تتعرض للمشكلة دي بعد كده. مجرد ان يبقى كاهن ماشي في الشارع ويتقال له كلمة مش لطيفة هيتعمل حساب ان الاحكام سريعة ورادعة. ايضا الموضوع مش القتل وبس، الموضوع ان انت التحرش اللفظي او الاعتداء اللفظي كمان شيء مزعج وبيتعرض ليه كتير من الناس. خليني احكي لكم، سيدة كانت راكبة اتوبيس وطبعا بشعرها وباين الصليب بتاعها، الراجل نزلها في محطة تانية لمجرد ان هي تتعاقب عشان تغطي شعرها بعد كده. فكرة الحاجات زي دي اي حد يقابل موقف زي كده، القضاء موجود والقانون موجود، ففكرة القضية ان يبقى فيه حكم بسرعة لهذه القضية ده شيء عادل، شيء مرضي، شيء مطمئن لاي حد فينا بيبقى ماشي في الشارع. كتير مننا بيبقى ماشي وبيسمع بودانه وما تغطي شعرك، ليه لابس لابونا اللبس اللي انت لابسه ده هتروح بيه النار. كتير بنسمع كلام مش لطيف اثناء وجودنا في اماكن حتى لو اماكن كويسه يعني، لكن ما بقاش مقياس ابدا. لكن كل اللي انا عايزه اقوله اللي يلاقي موقف زي ده يتفضل ياخد اجراء قانوني لازم وضروري. طالبت النيابه العامه خلال مرافعتها في الجلسه الماضيه المستشار وحيد صبري رئيس محكمه جنايات الاسكندريه تعديل القيد والوصف لقضية مقتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله كاهن كنيسة السيدة العذراء ومحرم بيك من القتل العمد إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مستندا على ذلك على عدة دفوع. أولها أن المتهم نهرو عبد المنعم توفيق يعتنق فكر المتهم يعتنق فكر الجماعات الإرهابية المحظورة، وله سابقة اعتقال فترة شبابه، إلى جانب أن المتهم دائم افتعال الأفعال التي تعكر صفو الأمن العام يستحق هذا الحكم. خلينا نعرف أكتر عن حيثيات الحكم اليوم من خلال محامي أسرة الشهيد أرسانيوس وديد أستاذ نبيل بباوي محامي الأسرة. برحب بحضرتك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ببارك لحضرتك ولكل شعب الكنيسة ولكل الشعب المصري اللي يرفض مثل هذه الأفعال المشينة على هذا الحكم العادل. مبروك لمصر كلها، ومبروك لكل مصري شريف وقف بجوار القضية، مبروك لانتصار الحق، مبروك لترسيخ مد المواطنة اللي حضرتك النهاردة بيرتكز ويعيش كل مواطن على أرض هذا الوطن. ليه؟ حضرتك لو شفتي المتهم النهاردة وهو داخل القفص بيردد بعض الأقوال اللي بيأكد على جرمه الشديد، يعني كان بيحاول استفزازكم كمان، الذي لم يندم عليه. ليه؟ حضرتك لما تسمعي الأقوال ما يقول حضرتك النهاردة، فماذا والمسلمون يقتلون ليلا ونهار يقتلون بالمئات والألاف ولم يجدوا في الدنيا لوم ولا لائم، قامت الدنيا وقعدت بقتل قسيس مشرك بالله عز وجل، إنه كافر، إنه مشرك، إنه عدو الله، عدو الله ورسوله، عدو الإنسانية. كل ده اتقال يا أستاذ. لما يقول الكلام دوة يبقى النهارده الفكر المتشدد اللي هو انتهجه ده بيدل على ان هو متأصل فيه.
يعني لما يجي بيردد هذه الأقوال ده معناه إيه؟ فحكم الإعدام ده كان رادع ليه. النهاردة كانت جلسة اليوم بالنطق بالحكم في القضية وأسدل الستار عليها بالحكم بإعدامه. هل هنا أسدل الستار ولا ممكن يكون في يعني رفع نقد أو حاجة الدرجة تانية؟ أقول لحضرتك حاجة، النقد ده حق لكل متهم، ولكن النقد أول ما هينظر هينظر كموضوعي قدام محكمة النقد. ليه؟ لأن مفيش زي القانون الجديد دلوقتي بيدي الأحقية لمحكمة النقد إن هي تتصدى للموضوع على طول مباشرة. فالنقد ده شيء طبيعي لازم يكون حق لكل شخص أو أي حكم صادر. ولكن النهاردة كان بعد إعداد تقرير فضيلة المفتي الجمهورية بالرأي الشرعي، وطبعا الرأي ده كان وجوبي للمحكمة في إرساله، أعدد التقرير اللي من خلاله جاءت موافقة للأدلة الشرعية والرأي الشريعة الإسلامية في وجود الأدلة على اتهامه بالجريمة ومدى موافقتها للأدلة الشرعية، وتم إرفاء التقرير والقضاء بناء على رأي فضيلة المفتي بموافقة الحكم للشريعة الإسلامية. فبالتالي النهاردة الحكم كان طبعا هو كان متوقع، خلينا نقول ان كل الظواهر كانت تشير الى هذا. لكن خليني اسال حضرتك بما انك محامي اسره الشهيد عن مشاعر الاسره بعد التاكيد على الحكم، وكمان الشباب اللي كانوا حاضرين للاسف الحادث الفظيع ده ومشاعرهم وهم شايفين الحق بيترد. لان فكره انا كنت فعلا هممني مشاعرهم، هم شايفين ابوهم بيتذبح قدامهم في وسط الشارع في وقت قدام كل الناس، وكنت خايفه من هذا ثقتهم في البلد. يعني فكره الحكم العادل ده انا شايفه انه علاج نفسي للشباب اللي كان موجود مع ابونا. كلمني عنهم وعلى الاسره في رد فعلهم تجاه الحكم يا استاذ نبيل. بص حضرتك، الشعور كان نتيجه الادلاء بشهادتهم اثناء الجلسه الاولى، جلسه الاجراءات، وانهيارهم الكامل حقيقي نتيجة تكرار الشهادة والمنظر كان قدامهم، وان هم شافوا والمتهم كان مستفز. انا شفته كان بيستفزهم من خلال الاستفزاز اللي كان عن طريق وجوده في القفص وهو بيستفزهم، كان خلاهم انهاروا مرة تانية. ولكن بعد ما النيابة العامة تفضلت مشكورة وانضمت للمدعين بالحق المدني في تعديل الكد والوصف، أدى إلى ارتياح كامل لكل الشعب المصري، مش اللي موجودين بس، اللي كان بيترافع عن المدعين بالحق المدني ما كانش فيها، كان كلهم مصريين مسلمين قبل المسيحيين. فبالتالي كان المشاعر بتاعتهم كلها فيها نوع من اللي هو عدم الارتياح. ولكن بعد صدور الحكم كان في ارتياح شامل ما بين أبنائه وما بين الأسرة بالكامل، على أساس إن ربنا وقف معاهم، وإن القضاء المصري القضاء الشامخ رد الحقوق إلى نصابها وانتصر الحق وترسيخ مبدا المواطنه. دي كانت مهمه جدا. انا لسه كنت اقول لحضرتك استاذ نبيل، الفكره مش يعني طبعا خدنا حق الأمس الشهيد وكل حاجه، لكن فكره كمان الردع للجميع دي كمان هامه جدا في سرعه التقاضي وفكره السرعه في الحكم. كل ان شاء الله يكون في سرعه في التنفيذ، لانه لا يستحق انه يعيش يوم واحد بالمجاهره بانه يذبح انسان بغض النظر بقى هو كاهن ولا مش كاهن، انسان بالطريقه الوحشيه دي انه ينهي حياه حد، ده يستحق انه يعدم ثاني يوم ان شاء الله من الحكم. ده اكيد. لكن احنا ما بنقوله النهارده اما في شخص بينتهج روح بني ادم ويعتبر نفسه ان هو وكيل ربنا على الارض، مش بيقصد بس الكاهن بلبسه الكهنوتي، لا ده ممكن يقصد الشرطه الجيش، فاهم قصدي؟ فالموضوع دوت من خلال الفكر الارهابي بيتناول اللبس الكهنوتي، وباعتبار ان ده اثار مشاعره لدرجه ان هو كان اثناء ما هو بيقول لك انا شفت النهارده القسيس قدامي انا ما حسيتش بنفسي. فده شعور كان بالنسبه له كامل بالنسبه له وافكار مترسخه. طبعا طبعا اكيد مفيش شك في كده. والحمد لله النهارده يعني الحكم مبروك. كان مرضي للجميع، وفي نفس الوقت قضاءنا الشامخ ارضى الجميع بانتصاره للحق.
بانتصار الحق. مبروك لحضرتك، مبروك لأسرة الشهيد. ألف ألف مبروك لينا ولمصر كلها وكل واحد شريف. مبروك للإنسانية حقيقي، هو انتصار للإنسانية وقضائنا المصري العادل الشامخ. فكرة السرعة دي ده شيء عظيم، يعني البطء في العدالة ظلم، ففكرة أن يكون هذه السرعة في الحكم ده شيء مرضي جدا. بشكر حضرتك أستاذ نبيل بباوي، محامي أسرة الشهيد القمص أرساني سوديد. ويعني فعلا أنا نفسي مرتاحة مطمنة بحكم مرضي عادل سريع. فكرة التلاتة دول ما ينفعش ينفصلوا عن بعض، أنه مرضي وعادل وسريع ده شيء عظيم جدا. خلينا كمان نكمل مع حضراتكم للدور العظيم اللي بيقوم به المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة سيدنا صاحب النيافة الأنبار ميا. استقبل مساء اليوم السبت 11/6/2022 صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وفد من أساتذة وطلاب اللاهوت بجامعة إيشين بألمانيا، وتنظم هذه الزيارة لمصر مؤسسة ميسيو بألمانيا. وألقى صاحب النيافة الأنبا أرميا محاضرة بعنوان أهمية الكنيسة القبطية للتنمية المجتمعية والحوار، متضمنا بيت العائلة المصرية ودور الكنيسة القبطية على مر العصور. فقد تحدث نيافته خلالها عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومكانتها وأنشطتها، كما تكلم أيضا عن بيت العائلة المصرية وفكرة تأسيسه وتشكيله والتعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأزهر من خلال بيت العائلة، وكذلك الأنشطة التي قام بها بيت العائلة خلال السنوات العشر الماضية. كما تكلم الدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والعمل المسكوني، وعن مجلس كنائس الشرق الأوسط والجمعية العامة الأخيرة التي عقدت بالمقر الببوي بدير الأنبا بشوي، واللي كانت ميسات بتغطيها بشكل مباشر. دام المركز الثقافي ودامت رياسته لصاحب النيافة الأنبا أرميا دور مؤثر سواء داخل مصر أو خارج مصر، ومشرف للكنيسة المصرية أيضا. كمان النهاردة في حلقتنا هيكون الحوار عن المركز الثقافي وفرعه في ألمانيا، وقد إيه فعاليته تجاه يعني القضية الأوكرانية والمهاجرين أو الطفشانين من الحرب، وقد إيه الكنيسة بتساعدهم. خلينا نكمل مع حضراتكم كمان على فعاليات بيت العيلة و فكرة الحوار المجتمعي وأهميته. بيت العيلة قايم بدور ونشاط مهم جدا في الحوار اللي طلبه السيد الرئيس، وعقد بيت العائلة المصرية فرع الأقصر مؤتمر دعم الحوار المجتمعي تلبية لدعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقامة حوار وطني شامل يضم جميع أطياف المجتمع. شارك في المؤتمر كل من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر الوجهة البحري منسق بيت العائلة المصرية، وفضيلة الشيخ أحمد الرملي وجناب القس رويس نيابة عن نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر ونيابة عن القمص أرمانيوس، وبحضور عمد ومشايخ المحافظة وأعضاء بيت العائلة المصرية بالأقصر. خليني بس أخد دقيقتين طبعا تحية لبيت العائلة أنه يوصل لكل الناس ويسمع آرائهم، وهذا سيكون مؤثر في الحوار الفترة الجاية. خليني أقول لكم على فكرة، بس سمعت بقالنا كام يوم بتابع طبعا الاستعداد للحوار اللي تم خلاص هيكون في شهر 7 القادم، وتم تعيين منسق عام وأمين عام، واللي يمكن مزعج شوية ان احنا بعض يعني الاقليات اللي بتطلع تعترض، انتوا ازاي تختاروا المنسق العام من غير ما ترجعوا لنا، انتوا ازاي تختاروا، دي لسه تفاصيل يا جماعة. يعني احنا كمان لما ندخل في تفاصيل الحوار نفسه مش عايزين نتعطل، مش عايزين نمسك في توافه الامور. يعني استاذ ضياء رشوان محدش يعني يعترض عليه. فكرة كمان الشروط، انك تملي شروط على الدولة المصرية، لا احنا محتاجين للحوار لتبييض وجه الدولة، وده مش حاصل ابدا، وده اللي بيتنطور اليومين دول وبيتقال ده مش حاصل ابدا. دولتنا دولة قوية، دولة مستقلة، وده منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واضح وبشكل جلي، وعلاقاتنا الدولية بقت مختلفة متعددة، ما عندناش ايد تتلوي للدولة. ففكرة ان تطلع اصوات تتعالى ويتكلموا عن الحوار الوطني وشروطنا ومن يحضر الحوار ومن لا يقبل الحوار، وكلنا ممكن نتكلم، ده بعض من المعارضة طالعين في حوارات اليومين اللي فاتوا دول فيها شيء من التناكة على الدولة، يعني شيء ان انتوا اللي عايزيننا، لا الدولة المصرية مش عايزة حد، الدولة المصرية دولة قوية مستقرة
نترحب بالجميع. فكرة الجمهورية الجديدة أنها تتسع للجميع، آه ده توقيت مناسب، بقى عندنا استقرار يسمح بأن أنا يبقى عندي من الرفاهية الوقت أن أنا أسمع وتحاور ونختلف ونتفق، ده شيء صحي جدا للمناخ العام. ولكنك تملي شروطك تعتقد أن الدولة في موقف ضعف، ده مش حاصل. أن يكون عندي التوقيت ده واختاره وأقول أن أنا هسمع وهنتكلم وتعالوا كلكم يبقى في حضن الدولة المصرية، ده من القوة مش من الضعف أبدا. الحوارات اللي سمعتها لا تليق باسم معارضة مصرية، يعني أنا حابة يبقى معارضة وطنية أكتر. يبقى طبعا يعني أنا ما بادنش حد ومش هعتب على حد بالاسم، لكن حقيقي انزعجت من الطريقة ومن بعض الإيماءات أننا لا نشترط، لكن لا بتشترطه وده مش مقبول ومش هيبقى مقبول، لأن الدولة المصرية ما عندهاش إيد حد يلويها أو دراع حد يلويها. كان لازم أقول الكلام ده على فكرة الحوار، لأن واضح أن البعض أخذوا الحماس. يعني استقبل الرئيس اليوم في نشاطات الرئيس اللي لا تتوقف، يعني الرئيس هنا ورئيس مجلس الوزراء في الدقهلية. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، وذلك في قصر الاتحادية حيث جرت مراسم الاستقبال، وتم عقد جلسة مباحثات بين الرئيس السيسي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية بحضور وفد البلدين. وحي رحب السيد الرئيس بشكل قوي جدا بالوفد الموجود كما عادة السيد الرئيس، وكان أيضا للسيد الرئيس كلمة أن الدولة المصرية لن تدخر جهدا في مساعدة اليمن الشقيق وتقديم كل أوجه الدعم له. وأكد الرئيس أن مصر تدعو كافة الجهود لتحقيق السلام في اليمن وفق مرجعيات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ونتائج المشاورات الأخيرة في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. جاء ذلك خلال المؤتمر اللي كان اليوم في استقبال رئيس مجلس القيادة اليمني. خلينا نطلع نشوف جزء منه ونرجع نكمل مع حضرتك. كمان علق الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة ورئاسة بالجمهورية اليمنية أن مصر تكتب التاريخ من جديد بالنهضة والتماسك شعبها والالتفاف حول القيادة السياسية، ممثلا في أخي فخامة الرئيس السيسي الذي صار مثالا للقائد الشجاع وصمام أمان لبلده وشعبه العزيز وملهم لنهضة عربية حديثة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اللي كان اليوم في استقباله في مع السيد الرئيس. عايز اقول لكم ان اللقاء ده كان واضح انه لقاء هام جدا، وايضا دكتور رشاد العليمي قال انه مع حق مصر المائي، وهذا ايضا من جهود المصريه اللي نقول ايه لجمع الايادي حول مصر. خلينا نطلع نشوف جزء من اللقاء اليوم او كلمه الرئيس ونرجع نكمل مع حضرتك. اخي فخامه الرئيس الدكتور محمد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الشقيقة، أعضاء المجلس، السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي بداية أن أرحب بكم في زيارتكم الرسمية الأولى لوطنكم الثاني مصر عقب توليكم رئاسة مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأنني وإذ أتمنى لكم ولمجلس القيادة الرئاسي اليمني التوفيق في مهمتكم الجديدة، فإنني أود أن أشد على أيديكم وأن أعبر عن دعم مصر لكم في تلك المهمة بما تحمله من مهام جسيمة ملقاة على عاتقكم لتحقيق صالح الشعب اليمني الشقيق، وأن أؤكد لفخامتكم دعم مصر لجهودكم في سبيل التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام للأزمة اليمنية يضمن تعزيز السلام والاستقرار وإنهاء معاناة شعبكم الشقيق. لقد حرصت اليوم خلال مباحثاتنا على التأكيد على موقف مصر الثابت والمستند إلى العلاقات التاريخية الراسخة والمتشعبة التي تربط بين الشعبين المصري واليمني. بدعم مصر للشعب اليمني الشقيق وللشرعية اليمنية، كما أكدت على دعمنا الكامل لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها
وسلامة أراضيها، ورؤيتنا لما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوى لمصر وللعالم العربي بأسره، كما أكدت على دعم مصر لكافة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في اليمن وفقاً لمرجعيات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ونتائج المشاورات اليمنية الأخيرة في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأعدت التأكيد على ترحيب مصر بإعلان الأمم المتحدة في 2 يونيو 2022 عن تمديد اتفاق الهدنة في اليمن، وتقديرنا لجهود الحكومة اليمنية الشرعية في احترام التزاماتها وفقا لما نص عليه الاتفاق، ودعوتنا لكافة الأطراف للتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لما يمثله ذلك من تطور إيجابي يمكن البناء عليه لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن. وأود في هذا الصدد الإشارة إلى استجابة مصر لطلب الحكومة الشرعية اليمنية والأمم المتحدة بتسيير رحلات طيران مباشرة بين مطاري القاهرة وصنعاء. انطلقت أول رحلة منها بالفعل في الأول من شهر يونيو الجاري، حيث تأتي الاستجابة المصرية تأكيداً للحرص على التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كافة الجهود التي تصب لصالحه. كما أعربت خلال مباحثاتي مع شقيقي فخامة الرئيس رشاد العليمي عن أن مصر لن تدخر وسعاً في مساعدة اليمن الشقيق، وإننا حريصون على تقديم أوجه الدعم المختلفة للأشقاء اليمنيين. أكد السيد الرئيس على دعم مصر لليمن واستقلالها وسلامة أراضيه، وهذا الموقف الواضح من مصر دائما تجاه معظم الدول. خلينا من خلال الأستاذ عصام الكاشف مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمتخصص في الشؤون العربية نعرف أكثر عن أهمية هذه الزيارة. مساء الخير أستاذ عصام. مساء الخير يا أستاذ هاني. برحب بحضرتك، وكيف ترى هذه الزيارة وتوقيتها؟ لا شك أن هذه الزيارة تعكس اهتمام كبير وحرص من جانب كلا الدولتين اليمن ومصر على ضرورة أن يكون هناك تشاور مستمر وأيضا قنوات مفتوحة بشكل دائم لدعم الاستقرار والأمن في اليمن، إلى جانب الدعم اللوجستي وأيضا الدعم الفني الذي تقدمه مصر لدعم واستقرار الهدنة الإنسانية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ليس هذا بحسب، بل إلى تطوير نوعي لهذه الهدنة ودعمها وفي كافة الخطوات، وآخرها كما أشار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسيير طائرات ورحلات طيران بين القاهرة وصنعاء، وهذه هي كانت مطالب من كلا الطرفين لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام رحلات الطيران كل من الحكومة الشرعية والحوثي لعلاج المواطنين الذين هم في حاجة إلى العلاج، ومصر تفتح أبوابها دائما لاستقبال المواطنين اليمنيين خاصة من يحتاجون إلى العلاج والمشورة الطبية بشكل مستمر ودائم من حتى الجانب الإنساني. أما على الصعيد السياسي فهذه الزيارة سوف تكون لها عدة مستويات، المستوى الأمني والسياسي وأيضا المستوى العسكري والدعم الإنساني والحرص على استقرار وسلامة وأمن اليمن وتربية طموحات الأخوة اليمنيين في كافة ربوع اليمن. الظروف متشابهة في كل الأحوال، إلا أن هناك قوى خارجية أو بالأحرى هناك قوى فارسية تسعى إلى ممارسة ضغوط على دول الخليج، على الملاحة في البحر الأحمر، على الدول الخليجية وأيضا دول العربي
تماما باستغلال مخالب القدس من خلال جماعة الحوثي وحزب الله وبعض التيارات الأخرى التي تسعى إلى ترسيخ أوضاعها في عدد من الدول للضغط على المجتمع الدولي لصالح إيران لتخفيف العقوبات التي تفرضها وتخفيف أحيانا المفاوضات بشأن رفع العقوبات عن إيران. هذا من جانب. الجانب الآخر أو في المقابل بالأحرى إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الشرعية تستند في اليمن على الثوابت الوطنية والعربية وهي مخرجات الحوار وأيضا تفاهمات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة، وكان نتاج ذلك هو ما أثمر عن مبادرة الرياض تحت مظلة دول مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة لتحقيق ما يسمى بالهدنة الإنسانية التي ستعود بالنفع إلى المواطنين. نجحت هذه الهدنة خلال 60 يوما الماضية، وتسعى اليمن والقيادة السياسية أيضا إلى تمديد هذه الهدنة بالتعاون والتنسيق وإشراف من جانب الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر أيضا، لأن مصر هي شريك في تحالف دعم الشرعية في اليمن مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الشقيقة وعدد من الدول الأخرى المشاركة في تحالف دعم الشرعية. عندي سؤال هام لو سمحت لي حضرتك، وهو عن كلمة الدكتور رشاد العليمي في أنه يدعم حقوق مصر المائية، وعايزة يهمني رأي حضرتك في بما أننا داخلين على الملء الثالث أهمية الدعم الدولي لمصر في هذه المرحلة وأهمية الحشد في التوقيت ده يا دكتور. هذه النقطة بالذات كنت سوف أتطرق إليها حتى نوفي حق رئيس عبد الفتاح السيسي فيما أكد عليه من دعم كامل إلى اليمن. يأتي دور رشاد محمد العليمي وهو يعني رئيس المجلس الرئاسي اليمني. أولا هو يشيد بمواقف مصر المتكررة إزاء اليمن ودعمها الكامل، وبالتالي وعرفانا لجميل مصر فإن اليمن تقف مع مصر أيضا في المحافل الدولية إزاء دعمها لقضايا مصر وموقف مصر الثابت من قضاياها وحقوقها في الحفاظ على أمنها المالي. إذن هناك تفاهمات مشتركة، تفاهمات في وتنسيق دائم في المواقف في المحافل الدولية، وأخيرها طبعا فيما يتعلق بحق مصر المائي في الحفاظ على نسبتها من مياه نهر النيل هي والسودان باعتبار أنهم دولتي المصب ولهم حقوق ولهم بموجب اتفاقيات دولية راسخة مستمرة لأكثر من 70 عاما متصلة لم يطرأ عليها أي تغيير، وليس هناك من داعم أو سبب أو مبرر لتغيير هذه الاتفاقيات هذه من جانب وما يترتب عليها من حقوق وواجبات. الجانب الآخر وهي عدم تعارض مصر وكافة الدول الداعمة بشكر حضرتك من جانب حق هذه الدول في التنمية سواء كانت بالكهرباء أو التنمية الزراعية وغيرها من الصناعات التي تقوم على توليد الكهرباء. بشكر حضرتك أستاذ عصام الكاشف مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمتخصص في الشؤون العربية. طبعا كلنا علينا من الحر الشديد، والنهاردة كمان عايز أقول لحضراتكم تقريبا التكييف مش مؤثر في الاستوديو كمان. الجميع عانى، لكن إن شاء الله غدا انكسار الموجة الشديدة الحرارة الحالية. النهاردة تقريبا السبت كان ذروة ارتفاع درجة الحرارة، وكان فيه من وزارة الصحة دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي قال أن الوزارة أعدت خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري
والإصابات بضربات الشمس، مشير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة لفترة طويلة تعرض الإنسان لزيادة احتمالات الإصابة بضربات الشمس، ونصح بالإكثار من شرب الماء أو السوائل وتجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري. كما يجب على من يعانوا من أمراض مزمنة عدم التعرض للشمس، وارجوكم كمان خلينا نضيف ليهم الاطفال وكبار السن، لكن خلينا نعرف اكتر عن ازاي نحافظ على نفسنا من خلال دكتوره غاده نصر استاذ الصحه العامه القصر العيني. مساء الخير يا دكتوره. مساء النور يا فندم، ومساء النور على الساده المشاهدين. برحب بحضرتك. كيف نتجنب ضربات الشمس والبعد عن الحراره او الاصابه باي امراض في الحراره الشديده دي؟ الأول إحنا عايزين نعرف إنه برضه زي ما حضرتك قلتي إنه تعرض درجات الحرارة فترات طويلة، وخاصة مع الناس اللي مفيش جسمهم ما ابتداش يعمل الوسائل الدفاعية لتعرض لدرجات حرارة عالية، بيبقوا أكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس وغيرها. علشان كده احنا بننصح كل الناس اللي شغلها يتطلب او عملها او بيمارسوا رياضه بدرجات حراره مرتفعه في الصيف في الشمس في ذروه الحر، انه يبقى النشاط بتاعهم نشاط تدريجي عشان يدي للجسم القدره على ما يسمى بالاكليماتيزيشن، او انه يقدر يتعامل الوظائف الفسيولوجيه بتاعت الجسم تقدر تتعامل مع درجات الحراره المرتفعه. فالجسم بيحصل له الادابتيشن دوت من فتره من خلال اسبوع ل 10 ايام من خلال التعرض التدريجي لدرجات الحراره المرتفعه. ده للناس اللي شغلهم او انشطتهم بتتطلب تعرض للشمس او لدرجات حراره مرتفعه لمده طويله، فاحنا بننصحهم في الاول ان هم يبقى التدرج في التعرض لدرجات حراره مرتفعه او لاشعه الشمس. في كل الاحوال على الناس انه تلتزم بان جسمنا بيتعامل مع درجات الحراره المرتفعه بانه يبتدي يفرز العرق. فعلشان كده احنا بنقول الناس دايما انه يبقى السوائل كتر شرب السوائل اللي طبعا سواء الدافية او سوائل، طبعا هنا بقى في الحرارة هتبقى مش المثلجة بس درجة حرارتها باردة، اللي تعوض الجسم الفقد المستمر خاصة لو انا مش في مكان مكيف او كده. مهم جدا برضو ان احنا بنبقى عارفين ان احنا بنفقد صوديوم وبوتاسيوم املاح مع درجات الحرارة المرتفعة، فجسمنا برضو لازم مهم جدا ان احنا يبقى من خلال التغذية السليمة يكون اكلنا في المواد اللي بتمدنا بجزء من اللي بنفقده من الاملاح والبوتاسيوم علشان ما يحصلش اي خلل في المواد دي. مهم جدا. في اكلات مفضلة في التوقيت ده يا دكتورة؟ يعني انا يعني بنصحكم البطيخ والجبنة طبعا، يعني ده اساسي في التوقيت الحر. طبعا بس طبعا يكون الناس دول ما عندهمش امراض مزمنة، ضغط مثلا مرتفع جدا، وفي الحالة هم اساسا اللي عندهم امراض مزمنة مش المفروض ان هم يتعرضوا لفترات طويلة لدرجات حرارة مرتفعة، لانه جسمهم طريقة تعامله مع درجات الحرارة مختلف عن الانسان السليم. لكن في كل الاحوال هم لو بيتعرضوا لازم يعملوا ريبليسمنت او تعويض لما يفقد من ميه، مش ملح بس، ميه وملح. احنا بننصح الناس مثلا اللي بيشتغلوا في زي الشرطه او كده انه لما يكون في درجه حراره عاليه وفقد كبير للمياه بيبقى بيدوب صوديوم كلورايد، هو بيتباع تابلت كده بتتباع في الصيدليه على لتر ميه ويعوض دايما اللي بيفقده من السوائل في نتيجه تعرضه في الحر. كمان مهم قوي ان احنا نعرف الناس ان هم مش لازم يوصلوا اللي ما يسمى بالإجهاد الحراري او الضرب. ده اعراضه ايه يا دكتوره؟ يعني الإجهاد الحراري ده في الفرق برضو اتكلمت كتير في الموضوع ده، ان الإجهاد الحراري يختلف عن ما يسمى بالهيت ستروك. هيت اكزوشن الإجهاد الحراري غير الهيت ستروك او ضربه الحراره او سان ستروك لو معاها تعرض للشمس. الإجهاد الحراري بيبقى أنا بتعرض درجة حرارة مرتفعة وجسمي بيتعامل معها بفقد المياه، وإنه بيبقى فيه زي احمرار في الجلد نتيجة إنه بيبقى فيه اتساع في الأوعية الدموية عشان تسهل فقد الحرارة. فأنا الشخص اللي عنده إجهاد حراري بنلاقي جلده رطب ودرجة حرارته عادية، لكن بيكون عنده نوع من انواع الدوخه وعدم القدره على التركيز، ممكن يبقى يصاحبه مرض، لكن درجه حرارته لما احسها الاقيها طبيعيه. ده بيحتاج الشخص لما يحس بالاعراض، يعني عرق كتير وابتدى يدوخ ومغص او غثيان، لازم يتنقل لمكان درجه حرارته
باردة، مش يعني مش 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 متلجة يعني، أو ياخد شاور حمام بارد يرطب جسمه، وطبعا يعوض بالسوائل ضروري مهمة جدا. لكن بقى ضربة الشمس أو ضربة الحرارة اللي بيسموها بالإنجليزي، مش عارفة الترجمة العربي بتاعتها إيه، اللي هي الهيت ستروك، ده أعراضه ده بيبقى أكتر مع لما يكون الجو فيه درجة حرارة عالية ورطوبة عالية في نفس الوقت، لأن جسمنا ما بيقدرش في الحالة دي إنه يفقد السوائل عن طريق العرق، فبيبقى الحرارة بتبقى مخزنة فدرجة، وبيحصل كمان زي تغيير في ما يسمى بالهيت ريجوليتنج سنتر أو مركز التحكم في الحرارة في المخ، فدرجة الحرارة دي بترتفع جدا. بقى تلاقي الشخص ده درجة حرارته وصلت فوق 40 درجة مئوية، هتلاقي جلده ناشف ودرجة حرارته عالية. هنا العلاج يبقى في البيت ولا يتوجه للمستشفى وطبيب؟ لازم يتجه الى طبعا المستشفى وياخد الادويه، عشان هيحتاج كتير من السوائل صح؟ طبعا هما بقى بينقلوا سوائل، او لو كان مش قادر ياخدها بيبقى يتعاملوا معاه طبيا. لكن لو وصلنا للمرحله دي ما ينفعش ان انا والانسان درجه حرارته وصلت لدرجه حراره عاليه جدا ومبقاش قادر يعرق ولا يفقد حراره، لازم يتنقل طبعا على الطوارئ والمستشفى عشان ياخد العلاج المضبوط. لكن لو حرارته كويسه والجلده زي ما قلت حضرتك راتب وبيقدر يتعامل مع يعني جسمه لسه بيتعامل مع درجه الحراره عاليه طبيعي، يبقى في الحاله دي هو محتاج ياخد دش سريع ويتنقل من المكان اللي هو فيه حراره عاليه لمكان درجه حرارته اقل عشان جسمه وياخد سوائل عشان يستعيد تاني قدرته على التعامل مع الجو ده. بشكرك دكتورة غادة نصر أستاذ الصحة العامة لقصر عيني، أرجوكم خدوا بالكم من نفسكم، بلاش التعرض المباشر للشمس، لو أنت ما عندكش حاجة بلاش تخرج، لكن الحمد لله يحصل انكسار للموجة بكرة، النهاردة تقريبا كان آخر الأحداث. يمكن من الحاجات المهمة قبل ما ندخل على فقرتنا الحوارية وهي زيارة دكتور مصطفى مدبولي للأهلية وفكرة متابعته بنفسه لقرى حياة كريمة. حياة كريمة دي طفرة إنسانية مصرية خالصة، تجربة مصرية لم تراها ولن مش هتتوجد في أي بلد تانية، لن تراها ولن تجدها إلا في مصر. فكرة أن يروح رئيس مجلس الوزراء، وطبعا مش بيروح لوحده، يبقى معاه وفد من الحكومة كمان لتسهيل وتيسير أي مشاكل المشاريع دي، فكرة أن أهالينا يكونوا في أمان، فكرة أن تنصف لهم الطرق، فكرة أن يتعامل مستشفيات قريبة منهم، أن يتعامل مدارس. طبعا اللي ما راحش القرى وما راحش الريف عارف يعني إيه ممكن يبقى في لدغة عقرب في وسط الحر، العقارب والتعميم بتزيد جدا، ومش علاقين طريق كويس يوصلوا بيه للمستشفى اللي بعيدة جدا اللي في ثالث أو رابع بلد، والشخص ممكن يموت في الطريق لمجرد أنه مفيش طريق مفيش مستشفى قريبة. فكرة حقيقي حياة كريمة دي حياة كريمة بجد لكل المصريين يستحقوها. 60 مليون مواطن هيكونوا في منطقة أمان، يعني أن يكون رئيس الوزراء اليوم في يتابع هذا بنفسه، أنا ما قدرتش أتجاهل الخبر إنه حاجة هامة جدا. لكن كمان من خلال متابعتنا للمركز الثقافي في ألمانيا هيكون فقرة قادمة نعرف أكتر عن اللي بيحصل، دور ومجهود عظيم للمسؤولين هناك يستحق الإشادة ويستحق أن يسلط الأضواء عليهم أيضا. خلينا فاصل وهنرجع نستقبلهم من خلال زوم ونعرف أكتر عن المركز الثقافي وفرع المركز الثقافي في ألمانيا. بعد مرور حوالي 3 شهور على الأزمة الأوكرانية كان لنا لقاء مع بعض الخدام من المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بألمانيا. الدكتور مينا بخيط عطا هو أحد الخدام الموجودين بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بألمانيا، وهنتكلم معه عن تجربته مع المركز الثقافي. دكتور مينا أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك.
كلمنا عن تجربتك مع المركز الثقافي. صدقني أول ما جيت من أوكرانيا يعني شفت الخدمات اللي بقدمها المركز الثقافي القبط الأرثوذكسي، فحبيت أن أنا أشارك وحبيت أن أنا أساعدهم من خلال لغة الأوكرانية والروسية، فحبيت أن أنا أشارك وأكون موجود معهم أحد الخدام في المركز. إيه اللي قدمه لكم المركز؟ هو المركز قام بخدمات كتيرة، يعني خدمات مش بس خدمات دينية أو خدمات تعليمية، ولكن يعني المركز بمثابة خدمات أسرية كمان، يعني ساعدنا المركز كتير. كل اللي جاء تقريبا من أوكرانيا ساعدوه في أنه يلاقي شقق، حطونا على الطريق الصح، وجهونا طبعا لأن مش عارفين لغة والحياة جديدة، فيعني قاموا بدور كبير معنا. إيه أهم المشاكل اللي قابلتكم وقدر المركز يزللها لكم؟ يعني أول مشكلة وأكبر مشكلة هي السكن طبعا، لأن زي ما قلت لحضرتك ما عندناش خلفية ألمانية، ما حدش بيعرف ألماني، أو بالأخص أنا ما بعرفش ألماني، فهم ساعدونا يعني نحن نلاقي شقق، وساعدونا نحن نسجل، والحمد لله نشكر ربنا. يعني دلوقتي ابتديت كورس اللغة وبدرس كورس ألماني، ومعانا أحد الأسر الأوكرانية للمركز الثقافي احتضنها، الأستاذ فاديم، الأستاذة ألكسندرا. يا ترى انطباعهم ايه عن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي؟ Онис просите, как ви чувствуете про коптик центральный? Хорошо, хорошо чувствуем. Служба благодатная. Очень. Благодатная служба. Легко молиться в этом храме, очень. Очень легко. И хочется сюда приходить. Душа хочет сюда приходить и здесь находиться. И деткам здесь хорошо. Очень рады, что прямо рядом есть здесь такой храм, есть возможность к Богу приходить в православный храм. بيتكلموا ان هم ممتنين بالخدمات اللي بقدمها المركز، وخاصة ان هم ساكنين قريب من الكنيسة، وممتنين بالصلاة ان احنا بنسهل ليهم، بنحاول نترجم لهم روسي بحيث يشاركوا معنا في الصلاة، وممتنين كمان ان الاطفال بيلعبوا في حوش الكنيسة بعد القداس، فهم حاسين بجو اسري زي اوكرانيا بالظبط. يا ترى ايه تطلعاتهم او ايه امنياتهم هنا مثلا في المانيا في الوقت الحالي اللي هم قاعدين فيه؟ يعني اكاكاي جيلانيا اوفاس ازديس جرمانيا. Переждать войну. Ну и там как Бог даст, посмотрим, как получится, как Бог даст, как управит. Мы ничего не планируем. Да, у нас как там. Бы, если Господь управит, чтобы мы здесь оставались и там работали, то значит так. А если хочется, конечно, домой. Но там уже на Бога полагаемся, как Господь даст, так и будет. Так мы. بيقولوا ان هم في الوقت الحالي مش مخططين بالظبط، بس هم اللي بيتمنوا ان الحرب تخلص في اوكرانيا، انما هنا عايزين يتعلموا لغه ويبداوا يندمجوا في المجتمع الالماني ويبداوا يشتغلوا. بنصلي كلنا طبعا الحرب يجي لها وقت وتنتهي ويكون قريب باذن الله، وبنتمنى لهم كل التوفيق في المانيا، وفي اي وقت احنا طبعا موجودين لخدمه كل الناس اللي بتحتاج حاجه من المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي بالمانيا. وكان لينا لقاء مع الاستاذ كيرولوس ميخائيل المسؤول عن لجنه شؤون اللاجئين والحقوق الانسانيه. استاذ كيرولوس اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. تكلمنا عن نشاطك في المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي. صدقني احنا بنساعد الناس اللي بتيجي من اوكرانيا، سواء كانوا مصريين أو أوكرانيين أو أوكرانيين مصريين، وبنحاول نوفر لهم سكن بعلاقتنا الشخصية هنا مع الناس، ونشكر ربنا وفرنا سكن كتير جدا لناس كتيرة. طبعا في ناس من المصريين كتيرة جدا، يمكن 3/4 الناس اللي جت ووفرنا لهم سكن، وبعد كده مشوا وراحوا الدول تانية. أما الناس اللي قعدت واللي كانت ما بتصدق تلاقي مثلاً مكان تقعد فيه، هم كانوا الأوكرانيين ونسبة قليلة من المصريين اللي هي كانوا ما بيصدقوا لقوا مكان. كمان هم الأوكرانيين أو المصريين اللي بيجوا من أوكرانيا كانوا بيودوهم زي استاد أو مكان استقبال، يعني مكان يعني مش مخصص للمعيشة، والناس بصراحة أغلبية الأوكران كانوا ما بيصدقوا يلاقوا المكان وكانوا بيقعدوا يعني، لكن المصريين هم اللي كانوا بيمشوا وبيروحوا دول تانية كتير يعني أغلبية المصريين. ليه المصريين ما كانش يهمهم إقبال إن هم يقعدوا في ألمانيا، يعني بحيث إن يلاقوا برضو نفس المساعدات اللي كانوا بياخدوها في أوكرانيا؟ صدقني أغلبية الناس اللي كان بيقول مثلا إن فرصته هتبقى في إنجلترا مثلا أفضل،
في ناس تقول ان انا مثلا اروح امريكا لان انا بتكلم انجليزي كويس، في ناس طبعا ممكن ليهم قرايب في دول تانية فكانوا بيروحوا لهم، لكن الناس اللي قعدت اللي وفرنا لهم المكان ولحد دلوقتي اللي بيحتاجنا طبعا عن طريق المركز الثقافي بيوصل لنا صفحة المركز الثقافي الكبت الأرثوذكس بألمانيا، هم دول اللي بيتواصل معنا لحد دلوقتي وبنحاول نوفر لهم سكن ومكان ونساعدهم طبعا لو حد احتاج ترجمة أو حد راح مستشفى أو مدرسة أو أي مكاتب خاصة هنا في البلد. يا ترى الأسر اللي انضمت للكنيسة الأرثوذكسية هنا في ألمانيا بصفة عامة، هل اندمجوا معانا أو حسوا إن هم فعلا بقوا حاجة موجودة مثلا ليها كل الحقوق؟ طبعا المصريين اللي جم من أوكرانيا طبعا اندمجوا معانا وكمان بيشاركوا دلوقتي في الخدمة، كمان في أوكران بدأوا يخدموا معانا كمان وبيلبسوا معانا في الكنيسة وبيخدموا وكمان بيحاولوا يحفظوا ألحان معانا وبيندمجوا معانا ومبسوطين. إيه أهم المشاكل اللي واجهتك وأنت بتحاول تساعد الناس دول وتقدم لهم مساعدة عن طريق المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي؟ صدقني أكتر المشاكل كانت لما نوفر سكن لحد وبعد كده يسيبنا ويمشي، لأن إحنا لما بنوفر سكن هنا طبعاً مش بالسهل إن إحنا نلاقي سكن، لكن ربنا بيدبر ونلاقي سكن، وفي نفس الوقت بعد كده بعد ما نلاقي سكن الناس بتسيب السكن وتمشي وكمان بتعمل لنا مشاكل مع أصحاب البيوت، لأن إحنا بعد ما نربط مع الناس وخلاص جايين على سكن بعد كده يقولك إن إحنا رايحين إنجلترا ولا رايحين مثلاً بولندا ولا رايحين أمريكا، فده طبعا بيزعل الناس الألمان مننا، فدي أكتر المشاكل يعني. برحب بحضراتكم وخلينا نتكلم عن جهود المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في ألمانيا. وجه نيافة الأنبا أرمية رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بألمانيا في بداية الأزمة الأوكرانية خدام المركز بتقديم المعونة لأي شخص محتاج مساعدة خاصة المصريين، وكان المركز العديد من الجهود مع النازحين من خلال الأستاذ أمجد سيف مدير المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة ميسات بألمانيا، وعرضنا على حضراتكم الكثير من الحلقات اللي كنا بنشوف فيها الأسر الموجودة وتسهيل الحياة ليهم وتجهيز السكن والدمج ما بينهم وبين المجتمع الألماني. كمان عبر زوم هيكون عندنا يعني أعضاء بالمركز الثقافي بألمانيا فرع ألمانيا اللي سهلوا الحياة، اللي طول الوقت من اندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية وهم بيحاولوا يساعدوا اللاجئين ويوصلوهم لبر الأمان أو على الأقل استقرار أسري. خلينا نرحب مع حضراتكم بأستاذ هاني دانيال مسؤول القسم العربي لموقع ألمانيا اليوم والصحفي المعتمد لدى حكومة الاتحاد الألماني، وكمان دكتور مينا بخيت مسؤول الخدمات الخاصة بالمتحدثين باللغة الروسية والأوكرانية بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. خلينا بداية نرحب بدكتور مينا. دكتور مينا أهلا بحضرتك معانا وسعداء بوجودك النهاردة. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. دكتور مينا اشرح لي ازاي كانت بداية علاقتك ومعرفتك بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بألمانيا، وانك اصبحت الان من المؤثرين فيه كمان والخدام الموجودين بشكل قوي. صدقيني انا اتواصلت مع مدير المركز الاستاذ أمجد سيف، انا كنت في بولندا ونشكر ربنا لقيت فيه ترحاب كبير ولقيت فيه مجهود ضخم من قبل المركز لكل اللاجئين الاوكرانيين سواء مصريين أو أوكران، فمن خلال تجربتي حبيت أن أنا أشارك وأساعد المركز أن أنا أخدم فيه. عدد اللاجئين اللي أنتوا بتخدموهم دلوقتي يا دكتور مينا؟ صدقيني عدد اللاجئين ككل لغاية النهاردة آخر إحصاءات في ألمانيا أكثر من 700,000، إنما عدد اللاجئين اللي لجأوا للمركز يعني عدد كبير، نشكر ربنا بنحاول نساعد اللي نقدر عليه. خليني أسأل حضرتك على التحديات اللي بتقابلكم في وضع إن الناس تبقى مستقرة، هل هي يعني تحديات مادية لوجستية؟ إيه التحديات اللي بتواجهكم؟ نشكر ربنا هو في تحديات، إنما قيادة المركز الأستاذ أمجد
بالتنسيق مع الأستاذ كرولوس مسؤول لجنة الشؤون الأوكران شؤون لجنة اللاجئين. نشكر ربنا ما فيش تحديات، هي أكبر مشكلة السكن وإنما علاقات المركز. نشكر ربنا ما فيش أي مشكلة، بنحاول نوفر سكن على قد ما نقدر وربنا يكمل. أستاذ هاني دانيال برحب بحضرتك. أهلا بك والسادة المشاهدين. خليني أسأل حضرتك بداية على بداية الخدمة في خدمة اللاجئين الموجودين ومساعدتهم إن هم يكونوا في استقرار، إيه أهم العوامل اللي حضرتك القواعد اللي كنت حاططها وإيه أول الحاجات اللي بتحب الأسرة تستقر فيها؟ يعني حسب خبرتنا في التعامل مع اللاجئين كنا على طول في كونتاكت مع الأستاذ أمجد سيف عشان خاطر نعرف يعني الناس اللي بيوصلوا قد ايه، ولان طبعا في نقص في المعلومات فكان مننا نبقى في نوع من التواصل عشان نعرف مين بيوصل وبيجي من انهي يعني بيجي من اوكرانيا من مباشره من بولندا ولا من اي دوله. وكنا بنمده بالمعلومات اللي هي خاصه ب اللي بتقدمها الحكومه الالمانيه سواء وزاره الداخليه او ولايه برلين او كده، فبنحاول نوفر لهم نقول لهم مثلا ايه الاجراءات الجديده اللي خدتها الحكومه الالمانيه عشان يسهل، عشان هو مثلا احيانا كان في تضارب والموضوع كان في بدايه الازمه كان لسه مش واضح قوي الناس كانت تروح فين، وكان في كمان اتهامات للحكومه الالمانيه بالفرز والتصنيف، يعني اللي بيجي من اوكرانيا لو معاه جواز سفر اوكراني كان بيعامل معامله جيده، انما لو كانوا عرب أو جنسيات تانية وجايين من أوكرانيا فكانوا بيعاملوا معاملة درجة تانية، وده حتى كان عامل جدل داخل المجتمع الألماني. الأحزاب المعارضة انتقدت الحكومة بده وقالت إن اللي بيحصل ده بيعمل نوع من الفرز ولا يتماشى مع القيم الألمانية وإن ده بيسبب مشاكل كبيرة، فهم طبعا بيحاولوا يعالجوا الموضوع لكن يعني صعب طبعا إن هو يبقى فيه مثالية لأن العدد كان أكثر من المتوقع. فكنا بنحاول نقول لهم مثلا ايه الولايات اللي ممكن يروحوها، لان كان في ناس كتيره شايفه ان اللي بيروح برلين بيبقى اسهل له من ان هو يروح اي مدينه ثانيه، فكنا بنقول لهم لا يا جماعه برلين زي اي ولايه ثانيه، في قرار طالع من الاتحاد الاوروبي كله مش من المانيا بس، لان برضو هم استفادوا من التعامل مع اللاجئين السوريين، فاصبح الالمان عندهم خبره في التعامل مع قدوم اللاجئين باعداد كبيره. لكن الاوكرانيين مثلا على سبيل المثال كان في احصائيات معموله وعملتها وزاره الداخليه الالمانيه فلقيت ان 80% مثلا من اللي جايين من اوكرانيا من السيدات، وان 25% منهم قعدوا مع اصدقاء ليهم وحوالي 20% قاعدين مع اقاربهم، فده بيبين ان اللي جاي المانيا من اوكرانيا عارف هو جاي يسكن مع مين. المشكله الاكبر جايين على حد يا استاذ هاني؟ بالظبط جايين على اسره او حد يستقبلهم يعني. ما هي فلسفة قرار الجماعة بتاع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي إن هم ما حبوش يعملوا كوتا، يعني مثلا أيام أزمة اللاجئين السوريين كانوا عاملين كوتا، كل دولة بتاخد مجموعة، إنما المرة دي سابوا الموضوع مفتوح لسبب معين، إن عدد كبير من الأوكرانيين ليهم أقارب وأصدقاء منتشرين في أوروبا، فممكن واحد يكون ليه أقارب ليه في فرنسا، حد ليه أقارب ليه في أسبانيا، في بلجيكا، فمش عايزين يعملوا نوع من الكوتا، فهو ده الفرق. انما المشكله كانت عند الناس اللي هم جنسيات اخرى اللي هم عرب افارقه، هي دي كانت المشكله الاكبر. فاحنا مش جايين على حد ومش عارفين في تضارب في المعلومات وبيلاقوا طبعا بيتعاملوا ان هم درجه تانية. ما هي التمييز، يعني هو برضو المشكله كلها ان دي مش سر، الاتهامات راحت للاوروبيين ان هم بيعاملوا الاوكران معامله مختلفه، هم طبعا انا سالت حضرتك السؤال ده في اول حوار كان بينا من كام اسبوع كانت بدايه الازمه الاوكرانيه، حضرتك قلت لي لا هنا لا يوجد تفرقه، بس انا مبسوطه ان حضرتك اشرت لده النهارده. اتمنى حضرتك تكون سامعني. طيب ننتقل لدكتور مينا. دكتور مينا حضرتك سامعني؟ سامع حضرتك. طيب حضرتك كنت من اول الناس اللي استقبلهم المركز الثقافي القبطي في المانيا، كلمني الوقت انت كمان اصبحت خادم للاسر الموجوده اللاجئه من اوكرانيا، كلمني، انا شايفه كان في التقرير شيء عظيم ان هم بيحضروا الصاله وحصل اندماج واضح، كلمني عنهم وازاي خدمتك معاهم وصلت لكده. صدقيني نشكر ربنا بتوجيه الاستاذ امجد
واعضاء المركز بنحاول نخلي الاطفال ما يحسوش ان هم بعيد عن بلدهم، بنحاول نخليهم يندمجوا في المجتمع سواء عن طريق الكنيسه، بنحاول نخليهم يصلوا معانا الحان، بنترجم لهم بعض القطع بحيث يشاركوا معانا، بنحاول نسهل لهم موضوع ترجمه سواء ازمه السكن، ازمه ورق، اي ما الى ذلك، كل ده بيقوم بالمركز. حضرتك في المانيا من امتى؟ صدقيني في المانيا من شهر 3، من فتره قريبه يعني. فترة قريبة. طيب خليني أسأل حضرتك، يمكن في التقرير كان الأستاذ كرولس مع المقدم التقرير بيقول إن البعض مش بيفضل إن هم يفضلوا في ألمانيا ويتوجهوا لدول أخرى، حضرتك كنت بتسمع منهم الشكوى دي ليه؟ ليه بيفضلوا كده؟ هو صدقيني مش شكوى، إنما ألمانيا كدولة دولة مثالية فتحت أحضانها لكل الناس سواء اللاجئين الأوكران أو المصريين أو لاجئين من جنسيات تانية، انما كل انسان بيفضل وجهه معينه، يعني كل انسان في دماغه بلان معين، في ناس اللي بتطلع على انجلترا، في اللي بيطلع على المانيا، في اللي بيطلع على هولندا، في اللي بيطلع على امريكا وهكذا، طبعا ظروف معينه، اللي بيطلع لقرايبه واللي بيطلع عند الشغل وهكذا. استاذ هاني حضرتك رجعت لنا تاني؟ تمام حضرتك معانا. خليني اسال حضرتك كصحفي دولي كبير عن توقعاتك للسيناريوهات القادمة إيه؟ يعني هي تظل المشكلة موجودة، لكن طبعاً ألمانيا ممكن تكون النموذج الأكبر، يعني كلنا شفنا القوانين والتعديلات اللي حصلت في الفترة الأخيرة، إن بريطانيا غيرت من قوانين اللجوء، وإن أي حد دلوقتي عايز يقدم لجوء مثلاً في بريطانيا هيروحوا يودوه رواندا ويدرسوا ملفه هناك، ولو تم الموافقة عليه هيفضل موجود في رواندا والحكومه البريطانيه تصرف عليه، ولو قبلوه او لو رفضوه هيرجعوه بلد. فده موجود. سمعني؟ سمع حضرتك يا فندم، اتفضل. فهم شايفين ان مثلا اللاجئين السوريين ان سوريا دلوقتي بقت امنه، فده معناه ان يرجعوا مكانهم افضل. وافغانستان واللاجئين الافغان وهكذا، يعني فهم شايفين ان رواندا تبقى البديل. وعلى فكره مش بريطانيا بس اللي هتعمل اللي تفكر في ده الموضوع ده اصلا محل جدل داخل الدنمارك والسويد، حتى الناس السوريين اللي موجودين هنا ومعاهم اقامات وبتتجدد الاقامات ابتدوا يسحبوها منهم، شايفين ان سوريا دلوقتي بقت امنه، فيها مناطق امنه بيقدروا يرجعوا لها. القرار ده عليه جدل كبير جدا داخل اوروبا، وفي انتقادات من منظمات حقوق الانسان. المانيا تظل مختلفه، وممكن فرنسا برضو تكون ماشيه على هذا المبدا، لكن المستقبل هو عملية الاندماج، وإن في عدد كبير من الأوكرانيين ممكن يرجعوا بلدهم تاني لما تستقر الأوضاع، يعني مش بيدوروا على إن هم يقعدوا. إلى جانب كمان إن النقطة القانونية الخاصة بيهم، هم واخدين حاجة اسمها حماية مؤقتة. الحماية المؤقتة يعني لا تسمح ليهم بلم الشمل، يعني أي سيدة، أو طبعاً بما إن إحنا قلنا إن أغلب اللاجئين الأوكران سيدات، فده معناها إن السيدة مش هتقدر يعمل لم شمل الجزء، لان القانون لا يسمح لم شمل في الحمايه المؤقته، وفي احسن الظروف هيبقى وفق قواعد صارمه وصعبه جدا. فانا شايف ان هو الموضوع ممكن بس ياخد شويه وقت في عمليه الاندماج، عمليه مجرد بس يعني ايه عبور الازمه او عبور الفتره اللي فيها قلق اليومين دول ومرحله الحرب، الى فيما بعد الامور ترجع تستقر تاني. انما الجنسيات الاخرى هي دي اللي هتحب تستقر في المانيا فيما بعد، هي دي اللي ممكن تخضع بقى لقوانين اللجوء المتبعه كمان المكتب الاتحادي اللاجئين الدولي. حضرتك اشرت في حلقه سابقه على الخوف من استغلال النساء الاوكرانيات، تحدثني عن الموقف الموجود دلوقتي على الارض فعلا في المانيا. يعني هو طبعا احنا اتكلمنا في الموضوع ده لان كان في مشكله، هم لقوا ان عشان عدد كبير من النساء هو اللي جاي من اوكرانيا، فهم خافوا ورصدوا بعض الحالات، ومنظمات حقوق الانسان رصدت الموضوع ده، لكن هي دي طبعا عندهم مشكله، لان في ناس اوريدي سكنت ناس من الاسر الاوكرانيه عندهم في البيوت بشكل تطوعي، فبالتالي ما عندهمش، الحكومه الالمانيه ما عندهاش قواعد بيانات كافيه عن هذا الموضوع. كل اللي هي بتحاول تعمله ان هي بتقدم بيانات، بتقدم ارقام تليفونات لو سيده او فتاه تعرضت لاي انواع من التحرش او الاجبار على الاجبار في الجنس، فاللي هي المفروض بتبلغ فيه. فده الموضوع ده عامل ضجه كبيره، لكن في تم توثيق بعض الحالات، لكن طبعا مع كتر الامور من الصعب ان هو السيطره. ممكن خلال شهرين ثلاثه يبقى في توثيق للحالات دي،
خاصة المنظمات حول الإنسان، المنظمات المهتمة بالمرأة تحديدا بتوثق، يعني ما ينفعش هم يتكلموا بالمطلق، فهم بيوثقوا الحالات. فالموضوع ده بيحصل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومنظمات حول الإنسان والمنظمات المتعلقة بالمرأة، بترصد الموضوع ده وتوثقه، وبناء عليه نقدر نعرف الحقيقة إذا كان فعلا في حصلت حالات، وكم عدد الحالات، وما ورد فعل الحكومة إيه. فبالتالي الأمور دي محتاجة تتوضح. لكن الحقيقة الحق الواحد يعني برضو يقول الإيجابيات، وزارة الداخلية باعتبارها ترأسها سيدة نانسي فيسا. هل في خطط للمركز الثقافي الفترة القادمة أستاذ هاني؟ زيادة أعداد، زيادة استقبال، خطط توسع لوجستي؟ يعني حسب التواصل بيني بالأستاذ أمجد، إحنا بنحاول نشوف الحالات اللي بتيجي إيه، لأن لغاية دلوقتي الحالات لم تتوقف، وفي ناس كانت موجودة في دول تانية، فلقيت إن ألمانيا الأمور فيها واضحة شوية أكثر من دول تانية، فبيحاولوا يجوا. فإحنا بس على 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 تواصل مستمر، وبنحاول، وأنا حتى كنت بتكلم معاه أكثر مرة، في مثلا الولاية دي ممكن يروح يبلغوها، ممكن الولاية دي يقدم لهم القرار، تنسيق ما بين الولايات. والقرار طلع، القرار طلع من وزارة داخلية الاتحاد الأوروبي. ففي بعض الموظفين شوية ألمانيا يعني عندهم بيروقراطية زيادة عن اللزوم، فأحيانا ممكن يلاقي حالات، يعني هو يعني طمنتني إن في بيروقراطية بعيدة عن مصر. لا حكالي ان هو في ناس مصريين وحالات كتيره بتجيله وبيتعطلوا عن خدمه حالات اخرى يعني. فالواحد برضو يقول السلبيات والايجابيات، فالناس برضو لازم تكون متعاونه وتقدم معلومات كافيه. اعتقد من خلال حلقاتنا دي ممكن ده يوصل لهم ويتواصلوا معاكم، يعني يبقى ده زي هي الفكره كلها مش في كده، هي الفكره كلها مش في التواصل، الفكره كلها ان المركز الثقافي بيقدم خدمه، فعلى المواطن اللي جاي ان هو يقدم معلومات كافيه عشان يساعده، لان هو لما بيحاول يخبي معلومات ده معناه ان هو بيهدر فرص تانية ممكن الناس ثانيه تستفيد منها. هو يعني فاكر كده انه بيحمي نفسه يعني، غير له اكتر من منزل عشان خاطر يقعد فيه. طب لما يغير له 3 4 منازل بيضيع فرص على ناس ثانيه، لاربع اسر. فالشفافيه مطلوبه، وبرده الاجواء اللي احنا فيها اجواء عصيبه وان الناس متوتره، فبالتالي لازم الناس تقدر ده، هي مش في مصر مثلا او الامور مستقره، هي دي في مرحله اوكرانيا، في مرحله حرب، الدوله الاوروبيه متخبطه، فبالتالي مش كل الولايات في المانيا هتساعدك بنفس الدرجه، في ولايات هتساعدك بشكل واسع، في ولايات تانية عندها بيروقراطية، فممكن تقعد عشان توفر لك سكن أو توفر لك مساعدات بتاخد 3 أو 4 شهور. فطبعا أسرة جاية من أوكرانيا وما عندهاش عمل وما عندهاش تأمين صحي وما عندهاش أي كفر للحياة المعيشية، فلما بيبقى في شفافية شوية وتقديم كل المعلومات المركز يقدر يقدم المساعدة. إنما لما يبقى يحصل نوع من التضارب أو محاولة الحفاظ على مثلا بيت في ولاية وحجز مكان في ولاية تانية، ده بيعمل نوع من التضارب وبيحرم المركز من هو. نتمنى ان هم يكون عندهم من الأمانة الكافية كمان عشان يستفيدوا بكل الخدمات. بشكرك جدا دكتور هاني دانيال، مسؤول القسم العربي لموقع ألمانيا اليوم والصحفي المعتمد لدى الحكومة والاتحاد الألماني. دكتور مينا، خليني كمان أخذ من حضرتك كلمة أخيرة عن الخدمة، ويعني خططك لتنمية الخدمة في المركز الثقافي بألمانيا. نشكر ربنا، الخدمة دايما بازدهار، وبنطور من نفسنا دايما، بنحاول نجمع سكن زي ما قلت لحضرتك، بنحاول نساعد الناس ان هي تلاقي شغل، بنحاول نخليهم يندمجوا في المجتمع الألماني، بنحاول نوصلهم للمدرسة ياخدوا كورسات لغة. كل إنسان ليه وجهة بنحاول نساعده فيها عن طريق أي شيء. وبشكر حضرتك على اللقاء ده ونيافة الأنباء بارمية، وبشكر كل القائمين على أسرة البرنامج، وبوجه شكر أخير لوالدي ووالدتي. شكرا لحضرتك، تحياتنا ليك ولأسرتك الجميلة، وكل التحية لأستاذ هاني دانيال مسؤول القسم العربي لموقع ألمانيا اليوم والصحفي المعتمد لدى الحكومة والاتحاد الألماني، دكتور مينا بخيت مسؤول الخدمات الخاصة بالمتحدثين باللغة الروسية والأوكرانية بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بألمانيا، وأيضا تحية خاصة مني ومن فريق العمل للزميل العزيز أستاذ أمجد سيف مدير المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة ميساد بألمانيا على مجهوده الكبير. عايز أقول لكم تقريبا دينامو بيعمل
لوحده بفريق كامل طبعا بالاضافه للزملاء المنضمين ليه. كل التحيه ليهم وان شاء الله يكون في متابعه من خلال برنامجنا. حقيقي عندي خبر هو بالنسبه لي مش مرضي لكن هو مهم جدا. قالت إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر، خلينا أقول بعد خسارة مصر أمام أثيوبيا الأخيرة منتخب مصر كان في ثورة كبيرة تجاه المنتخب، لكن أنا عايز أقول إحنا مشكلتنا في الرياضة مش للماتش اللي خسرناه بس، إحنا مشكلتنا في الرياضة عامة في الفترة الأخيرة دي في كل النوادي في كل الاتجاهات في وزارة الشباب. كل اللي أنا بقوله إن أنا لا نعرف من الرياضة الفترة الأخيرة بطولات على مستوى كل الأندية، كل اللي بنعرفه من الرياضة الفترة اللي فاتت مشاكل، تسريبات، قضايا، خناقات، شيء لا يمس للرياضة بأي صلة. فكل اللي أنا بتمناه الفترة دي مش إقالة طبعا مدرب المنتخب فقط، الرجل لم يختبر إلا مباراة واحدة ماتش واحد وتقريبا لا يحاسب عليه لأنه لسه داخل على المنتخب، لكن فكرة النظام الرياضي كله في مصر ده أمن قومي. أنا بعتبر الرياضة، الثقافة، الفن، كل دي حاجات ناعمة قادرة أنها تحول المجتمع لمجتمع يعني داعم يا إما مجتمع بسبب مشاكل. ففكرة أن كل الرياضة اللي بنسمع عنها الفترة فاتت مشاكل، مشاكل، قضايا، تسريبات، شيء لا يليق أبدا بالرياضة، لا يلم للرياضة بأي صلة. الرياضة أخلاق، الرياضة روح رياضية، الرياضة تفرح، فيش مشكلة أبدا من الخسارة، قبول الهزيمة شيء من الرياضة. كل ده مش موجود عندي دلوقتي. كمان المستوى الموجود سواء على المستوى الإداري على المستوى الفني سواء لعيبة أو إداريين في كل المجالات، أو خلينا نتكلم عن المنتخب بشكل يمكن هام جدا، لا يليق بمصر وسمعة مصر. لما يكون فريق أثيوبي كان في مؤخرة الترتيبات على مستوى أفريقيا يهزم مصر بهذه الهزيمة المخزية، ده أكيد إحنا محتاجين نراجع النظام الرياضي كله. أنا يمكن قلت إن إحنا عايزين إعادة تأهيل للرياضة في مصر، نقول إيه يمسكها السيد الرئيس ويعملها ملف خاص وبكده نعمل إعادة تأهيل وإعادة إحلال لكل الرياضة في مصر. طبعا أنا بتمنى أو الكرة، خلينا بقى دقيقة أكتر، كرة القدم في مصر تحتاج إنها فعلا ينظر لها نظرة من الدولة. وخلينا أقول يمكن أنا طبعا هكون تعيسة وأنا بقول ده من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان ما ينفعش ابدا ان احنا كل حاجه نقول للسيد الرئيس هو لازم يعملها، لكن للاسف بقى ده اللي حاصل. وعلشان كده بقى بيطلع ويتكلم بنفسه في كل الحاجات لان الناس ما بقتش تصدق غيره. فالمجال الرياضي محتاج لنظره يا سياده الرئيس. قالت إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر، يعني خطوه صغيره في الاصلاح لكن مش هي كل الاصلاح. بشكركم، دي كانت حلقتنا وبكره حلقه جديده. مساء الخير.